السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزفلة ون تحياتي إليكم جميعا أخوتي الكرام أينما كنتم حيثما وجدتم. الزفلة ون مرحبا يسونا كل عندما ثلام أي مزيغان جزيريان. تحياتي ل 48 ولاية، تحياتي لكل الأحرار. مرحبا أخوتي، مرحبا أخوتي الأعزاز، لو كان تشاركونا هذا الفيديو إن شاء الله. الزول سلام ورحمة الله. عمر الزول سلام خويا العزيز، صباح الخير أشرف، سلام ورحمة الله. سلام أيمن، سلام الزول. خوتنا الأعزاز، عدنا رسالة نوصلوها للجميع الجزائريين، للمسؤولين، للمعنيين ولغير معنيين. رسالة من الحراك، من عنصر، وعندي الحق أني نهدر لأني عنصر من الحراك، عندي الحق أني نهدر ونتدخل، لا أمثل، بس عندي الحق ندافع ونهدر على الحراك لأني عنصر من الحراك. تحياتنا الناس بجاية أخوتنا العزاز، إلى كل المسؤولين، إلى كل المعنيين وغير المعنيين، إلى الذين يناقشون أفكار الحراك وشعاراته المقلقة في الغرف المغلقة، إلى الذين يجلسون في المكاتب المكيفة ويخططون للحراك، أقول لكم بأن الحراك ليس ورق، الحراك ليس ورقة لا تستعمل لأي شيء، الحراك ليس مرتزق، الحراك ليس فقيرا يطلب منكم الصدقة، الحراك ليس مسكينا يطلب منكم الشفقة، الحراك ليس مجرما كي يعذب ويسجن ويهدد بالمشنق، الحراك انتفاضة شعبية كرهت وملت من العبودية، حبت تعيش بحرية. الحراك فيه الزوالي، يقولك ابراهيم اشترى يطيح عليا. الحراك فيه اللي ما يقدرش يدير حتى عملية. الحراك فيه ناس الزوالية اللي تخرج وحيرة لها شهرية، يخمم في الكرية ولا المرض ولا الأدوات المدرسية ولا الفاتورة تاع الغاز وتريسيتي، ويخلص زوج ملايين هذا كي يكون خدام. الحراك فيه الجامعي اللي تخرج من الجامعة وراح يخدم حمال، وولاد فلان وفلان راحوا يكملوا قرايتهم في الدول الأوروبية. الحراك فيه ناس قالكم احنا وين كنتوا انتوما كي احنا كنا مظلومين ومحقورين صباح وعشية بالبيروقراطية، وكي يتكلم على حقه ويديروا له قضية وإهانة هيئة نظامية. الزوالي قالكم نهضروا على الحراك تاع الزواولة تاع الناس كل. الحراك لا ينتمي إلى حزب ولا إلى حركة سياسية، الحراك هو انتفاضة شعبية كانت جميلة ولكن انتشر منها غبار كريه عندما انتفضت. نعم، الشعب اللي خرج اليوم يدافع على حق، شعب كان مظلوم 30 سنة. وين كنتوا يا أحزاب؟ وين كنتوا يا أحزاب 30 سنة كي كانت الناس تموت وتروح في البحر ويقول لك الموجة تلعب بيا؟ وين كنتوا كي تضرب الطبيب والأستاذ؟ وين كنتوا كي تحقر الرياضي؟ وين كنتوا كي مات سليمان ربي يرحمه؟ وين كنتوا كي مات عياش ربي يرحمه؟ وين كنتوا لما نسمع لكم همسة؟ واليوم حبيتوا كل تكونوا زعامة الحراك. الحراك أسود لا تستطيعون قيادتهم أو لا تستطيع أن ترعاهم. تقدر تلايم 100 كبش 2000 كبش يسرح بهم نورمال عادي، اللي ما يعرفش يسرح يسرح بهم، ولكن الأسود واحد ما يقدر يسرح بها.
لذلك حبيت أن أوجه رسالة للذين يعرفون الحراك في المقاهي والأروق ولم يكن لهم في الميدان ملقى، ويشاهدون الحراك ويتابعونه كمسلسل ينتظرون الجمعة كي يشاهدوا الحلقة. نعم، لا علاقة له. خوتي الأعزاء، الحراك تاع الشعب احنا عندنا حق نهضروا عليه، حراك تاع الزواولة اللي كيما انا وانت. الحراك واحد ما يقدر يخترق، الحراك انتفاضة شعبية سلاحها السلمية، كراتم الظلم والقهر والميزيرية. الحراك الشعب تعب غضب وهضر من القلب، قالكم عييت من اللعب وعييت من الكذب، واليوم جيتو كنت حوسو تتزعموا الحراك. وين كنتوا يا وزراء؟ وين كنتوا يا رؤساء الأحزاب؟ كي كان الشعب يتألم والذوق مازال يتألم. والله الذي لا إله إلا هو غير اليوم خمسة من الناس اتصلوا بيا ثلاثة، فابراهيم احنا نعيشوا برا ما عدناش حتى حق الكريم. كان موظف مسكين يخدم، جات الكورونا حبس الخدمة، يخلص زوج ملايين وكاري بمليون وغاز وتريسيتي وما وذا، هذو هم تلقاهم في الحراك، تلقاه مسكين صبالة بسكلاكات وحفيان وذاك وشاش وزادم بوطنية. خرج حبة تغيير، الحراك ما يسمعش بيكم يا الأحزاب. حراك اللي خرج من الدشرة، عباكش الدشرة وش فيها الدشرة؟ أولا الدشرة ربط الرجال، ثانيا ما كانش اللي راهم يعانيو كما اهل الدشر، وهكذاك ويجيو ويركبوا بالسطوب ويروحوا حتى حتى للعاصمه ويروحوا لهدا ويجيو ضعفاء المستضعفين في الارض، صح ينصرهم الله عز وجل ولو كانوا فئه قليله. الحراك قلنا ليس مرتزق وليس ورق ولا يطلب منكم الشفقه وليس مجرما كي يعذب ويهان ويهان ويعذب ويهدد بالمشنق. خوتي الأعزاء، التصفيات الحسابية، الحراك لم يأتي للتصفيات الحسابات السابقة، لأننا كلنا نعلم من هم في دماء الشعب غارق على بنا به ونعرفه. الحراك يحب يلم بعضاه لأنه هدف واحد، وهما يتآمروا علينا الفوق وإحنا نضربوا في بعضنا. أنا حد الآن نجو نقولها ونعاودها، ما عندي حتى خصم، عندي فكرة، عندي موقف، عندي مبدأ، أني حب نعيش في دولة الحق والعدل والقانون، لأني إنسان تظلمت في هذه الحياة، نهضر باسمي برك ومني ألوف. إبراهيم بالك عنده باجة، كاين الناس ما عندهمش ما تسمعوش صوتهم، كما قيل لعمر مات فلان وفلان، قال لهم من استشهد اليوم في قندهار؟ قالوا فلان وفلان وفلان وأناس لا تعرفهم. فبكى وقال لكن الله يعرفه. الحراك هذا ما خرجش باش يغير هوية، لأنه ثايق في هويته وعنده روح الوطنية، ومش الحراك اللي تهد انت بالجنسية، لأن الحراك ليس مسألة شخصية. ما تصفيوش حسابكم مع خاوتنا بالحراك. خاوتنا الأعزاء، دائما نقولكم، دائما نهضر لكم، البدايات للكل والثبات للصادقين، ولا يبقى في الميدان إلا من فيه كان. خاوتنا الأعزاء، التلاحم، والله لا تقول، والله كما يقول الله أعلم عمر، ويل لكل أمة مقسمة إلى أقسام وكل أمة منها تدعي أنها أمة. لازم تتلاموا خوتي الأعزاء، تلاموا، عندكم هدف واحد. إذا حبيتوا تعيشوا في حرية، إذا حبيتوا بعد الحراك، بعد ما نستقلوا، بعد ما نجيبوا الثورة، والطريق مازالت طويلة، ثم نلتاو بحساباتنا احنا الشخصية، ثم اهدر على روحك كلاشي دير واش تحب خلاص. أما درك لازم خوتنا الأعزاء نتلاموا، خلافات حطها جانبا، حط جانبا الخلافات، الله أكبر أي أذن، خلافات حطها جانبا،
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلحوا بينهم، كانوا حرب، وأصلحوا بين، إنما المؤمنون إخوة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. والدولة المدنية هكذا تقول، دولة العدل والحق والقانون، من بعد انت نتناهدوا بيناتنا، انا اسلامي ولا علماني ولا كذا ولا، دوك مش وقتها، لا ماناش خاص، ماناش اخصام، دوك مش وقتنا احنا باش نتخاصموا، هما يتامروا علينا الفوق في الغرف المغلقه، وحنا يا هنا ضاروا. انا الحمد لله ما عندي حتى عدو، حتى الان ما عندي حتى خصم، حتى ولي راه دايرني خصم انا نقول له انت مش خصمي، عندي خصم واحد، نهار نستقلوا ان شاء الله نلتفت، سألتفت إليكم وأسألكم سؤالا واحدا فقط، تقضون على أنفسكم بأنفسكم، من أنتم؟ على ما تدافعون؟ وش كنتوا تديروا؟ على وش كنتوا تناضلوا؟ على وش كنتوا تدافعوا؟ احنا ندافع على الزوابلة وعلى الناس اللي ما يصلش صوتهم، هذو ما أحزابنا احنا، وهذو هم أكتافنا، وهم اللي يوقفوا معنا وقت الشدة. لا توجه إلينا الكاميرات، ولا توجه إلينا الميكروفونات، ولكن معنا الله عز وجل بإذن الله. نقول لكم ما تقلقوش خوتنا العزاز، تسمع الإشاعات، تسمع محبوك، شوف ما راك في ثورة، يقولوا عليك كلش، أتقبلوا، لأنه هذا بهتان. وإذا كنت تتألم من الشيء اللي يقولوا فيه، سما انتاك فيك الشيء هذا، ترافع، تجاهل. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيب، فإن أجبته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت. والله الذي لا إله إلا ومن خمم في احتواه. قولوا سراق صبابط، قولوا فايو، قولوا كذا، قولوا له وش تحب، لكن تقدروش تقولوا كلمة واحدة، حتى أنتم ما تقدروش تقولوها، حتى لو قلتوها ما تأمنوهاش بقلوبكم. بإبراهيم مش خاين، الحمد لله يا ربي، اللهم ارزقنا الثبات، نموت على الطريق هذه حتى نلحقوا لدولة العدل والقانون. تاكش حنا تظلمنا، حنا تعشنا في ديكارتي بوبيلار، اصحابنا كل اللي طلعوا معانا في الصغر وكرام في الحبس، كل واحد باش عبر، كل واحد باش انفجر، لانهم زواولة ولا زواولة مساكن. لذلك خاوتنا الاعزاز، الحراك ليس شخصيات، انا دائما ما نمشي طرف طرف، ما نحبش ندخل في النص، مشي طرف طرف، شت هذاك اللي حابس واقف هكا ويصور، ولا واقف هكا ويتفرج، نحكي معاه نشوفه واش يشوف في الحراك. حنا نقول لكم رساله من الشعب من الداخل، تلاقيت انا بالزواوله، ناس بزاف زواوله في الحراك، كاين يسلف باش يروح للعاصمه ديال الحراك، صباط ومقطع بصح لا يروح الحراك، نيتهم صادقه، وهذو اللي تحبوا اللي حبوا يكسروهم، من علا فالله أعلى، ما طار طير وارتفع إلا كما طار بقع، والله الذي لا إله إلا هو، غير الدور عليكم، لأن الله عز وجل مثبتنا بإذن الله عز وجل. أنتم عندكم المال، عندكم السلطة، عندكم مفتاح الحبس، عندكم مفتاح البنكة، عندكم كلش، أحزاب سياسية والوزراء هذو شخصيات اللي راهم يهاجموا في الحراك يوميا، ساكنين الله يبارك في قصر، والزوالي مسكين مازال يرقد تحت الحجر، دار مبنيه بالحجر، والاغلبيه اللي راهم يشوفوا فيها هنا زوابله، تاكد 100%، تحوسوا على دوله العدل والحق والقانون، كيما يعيش ولدك كيما يعيش الشعب. نترحموا على خاوتنا تاع الشلف، الله أعلم لحقت 7 وفيات 8 وفيات، ربي يرحمهم ويوسع عليهم، تألمنا ومازال نتألم، ما نسيناش عياش. خوتنا الأعزاز، لازم نعاودو نلمو صفوفنا ونرصو صفوفنا باش نقدروا نواجهوا وباش نقدروا نقابلوا باش تكون عندنا قوة. ما تسمحوش في بعضاكم، ما تفرقوش رواحكم باش ما تكونوش لمجة سهلة، خاطرش لو تفرقتم خلاص، الذيب يشوف الرعية يشوف الكيباش كي تتفرق يروح يصدم عليها. وانا نقول لكم مشكو باش انتم اسود، لذلك تماسكوا
أسود يمشي وحدهم واحد من قديهم، شعارات تخرج من القلب، كان اللي يخرج يخرج يعيط وش كان عنده، مضغوط 30 سنة، أغلبية اللي راكم تشوفوا فيهم في الحياة راقدوا فيو كبار، ومن بعد يجي واحد دخل للحركة، دخل للنضال في 2019، يسبك ويقذفك ويشتمك ويقول عليك كلام وكلام ويألف قصص وبهتان. يشوفوني جامي نركع، نعاودها لكم هذه باش تسمع. يشوفوني جامي نركع والناس ليهم والناس ليهم جامي تسمع. راحوا ألفوا عليا بهتان، قالوا ابراهيم اللي سرق جامع. جي حاضرك، والله العظيم ما تقدر، والله العظيم غير الهمة اللي في قلبي تحسدوني فيها وتجادلوني عليها بالسيوف، والله الراحة اللي في قلبي غير تجادلوني عليها بالسيوف، نحط راسي نرقد. بصح انتوما اسكو ترقدوا ولا لا؟ الناس اللي راهي تعاني في الحباس وراهي تدعي عليهم مواليكم، مواليهم راهم يدعيوا عليكم ويقول لكم الله لا تربحكم، ماكمش تشوفوا واش راهي صرا فيكم، تقول لا في هذا الشعب المستضعف. حاول خاوتي عاودوا لموا بعضاكم ورصوا الصفوف جيدا. نعلم بلي كاين بزاف ما يعجبهمش هذا الكلام، بصح هذه هي الحقيقه، الحقيقه لازم تقال، مش وقت الخلافات. مانيش نقول لك حطكش لا للتخوين ولا، مانيش نحكيك في ديك الحكايه، نحكيك في حكايه خلاف خلاص، حكايه انه انا وانت عندنا مبدا واحد، كي نحقوا ذاك المبدا اخويا ارواح نقعد ورقه وستيلو، وعندنا حق وعندنا عداله وهي تحكم بيناتنا. اما اليوم ما كانش عداله مستقله، اما اليوم ما تقدرش حتى تتكلم بحريه. اناني قاعد وحاط قدامي ورقه نقول ابراهيم تذكر عندك شما تغلط، نسيس في روحي قد ما نقدر حتى يخرج خويا حتى ما تريح شويه، بصح هكذاك وما قدرتش. كي نشوف الخلافات ونشوف هذه واش راهي صرا ما قدرتش نهضر. خوتي الاعزاء عودوا لم الصفوف، وباذن الله عز وجل الخير قادم. احزموا واربطوا أحزينة السلم جيدا، إياكم أن تقعوا في الفخ. سلميين سلميين، لا تكسير لا تدمير، نحن نريد التغيير. هذا الشعب لا يريد أن يعيش كالعبيد. نبدأ به خوتنا الأعزاء، كاين ناس هم في الحباس وعائلتهم راهي تعاني، خليوها في السر هذه الامور، خليوها في السر، تفكروهم عندك جارك، فكروهم حتى باش يديو لهم ديك 300,000 كش ما يشريوها كانتينه في الحبس، دخان وشمة مسكين واش كاين في الحبس، كان والو صب هذيك الكلاب ما ياكلوهاش. وما كانش واحد يقدر يقول لمواليه في التليفون ما راني ناكل مليح، مانيش ناكل مليح، يجي ماني ناكل في الدجاج واليوم وريطوها لنا وداروا لنا البيض زوج ثلاث بيضات وعطاونا الياورت وعطاونا طرف اللحم، لا 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 باس، والعشيه جابوا لنا الحليب والقاطو. قسما بالله الذي لا اله الا هو، يا الماكله اللي ثم اكرمكم الله حتى الحيوان الكلب يعافى، عشان عم تربي القرد اللي يدور في القازال، وش ذنبه هذا؟ وش ذنبه انه قال كلمة حقه؟ عليه يتعامل كمجرم. حتى خوتنا زوا ولا مساكن اللي راحوا ضحية اشتراحية اجتماعية، راحوا مساكن هكذاك الضغط الفقر الزول، تعلموا حاجات ودخلوا للضمان، بالك دخلوا للميديا، وش ذنبهم مساكن؟ ضحية تاع اخيكم تقولوا عصابة، هم ضحايا تاع عصابة ذوك الناس. إذا كان حبيتوا ديروا إدمات صح وإعادة تربية صح، كي يدخل السجين للسجن قال الحاجة الأولى يتعامل كإنسان، الحاجة الثانية تحفظ كرامته، الحاجة الثالثة ما يهانش، خطكش الماكلة ذيك اللي تعطيوها له إهانة ليه، إهانة ليه. لو كان كل واحد يدخل للسجن ويروح تقولوا له يحكموا عليه بخمس سنين مثلا، هذا أنا أحكيك على العوام يعني مش نحكيك على الحرام، يدخل للحبس وتقول له شوف تحفظ القرآن مثلا، تحفظ القرآن نقصوا لك عامين حبس، تلخص مجلد تاع ثقافة نقصوا لك عام حبس، تخترع كاش آلة تمشي
نعطيه لك عامين حبس. تحفظ هذا الكتاب فيه الأخلاق والتربية وكذا 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 والكبائر والمحرمات ومنا ومنا ومنا، تحفظوا وتلخصوا نحيو نقصوك من الحبس. صح لا، احنا في مؤسساتنا لا يوجد هذا الشيء. احنا من مؤسساتنا تدخل تخرج ما تعطش لا فيولونس. علاه الناس راهي داخله وخارجه الحباس المساغر هذه؟ خطاكش تلقاو باللي الظلم كاين حتى في السجن، حتى في السجن المساكن ويعيطوا ويقولوا دوله مدنيه، شارعونا بالعدل والقانون، شارعونا النصفون برك، هذا واش راهم يطلبون منكم. لذلك خوتنا الاعزاز، يعني الحراك هذا فيه كل طوائف المجتمع، فيه الروبريجيستيس، فيه في 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 كل الطوائف، بصح هدفهم واحد. نهار ان شاء الله نستقلال ثم نديروا حد. اما دوك نعطيوهم فرصه، واختلافنا عندهم رصاصه يتيريو علينا. لذلك لازم نحاربوا الثوره المضاده ونكملوا في المسار هذا ونحققوا حلم الشهداء. هكذا خوتنا الاعزاء، وربي يكون في العون في كل واحد راه يقوم بعمل خيري من قلبه، يعاون في الحراك من قلبه، يخرج من قلبه، يقول شعار من قلبه. تحيه لكل واحد خرج بنيه صادقه وخرج باش يسترجع سياده الشعب، تحياتي ليه. ونقول له اصبر باذن الله سننتصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.